العقبات. صحيح. التدريب ده كان مكون من طبعا من اللقاءات اللي كانت خاصه معايا لرفع كفاءه المهارات واكتشاف القدرات عشان توظف كل قدره في مكانها الصح عشان ناخد النتائج السليم. ان انا ما وزعتش القطاعات الخدميه، يعني مثلا استاذ ايمن في نقطه خدميه كذا من اول يوم بقى بعد اسبوع ده معين. انا عارف حضرتك النظام ده نفسي بقدر اوظف في المكان اللي انا عايزاه مش هاخد اختيارات. استاذ علي استاذ مصطفى بحضرتك اسمك البداني واسمك منظور احنا مش عايزين يلي ذلك الانتقال للموقع الحدث هو الاسماعيليه ولم تقدروا من يوم واحد في الشهر يعني قبل الحدث ست ايام. بالنسبة لي الأعمال التطوعية أنا تطوعت في كذا حدث من فترة طويلة جدا من بقالي سنين، وهي اللي ساعدتني على صقل شخصيتي وعلى إني أكون شخصية مستقلة قادرة على اتخاذ القرارات وقادرة على تحمل مواقف يعني تبدو إلى الناس إنها مواقف سهلة ولكن هي مواقف صعبة جدا. الدور اللي كنت بقوم فيه من الحدث كان هو كنت مسؤولة عن الخيمة اليسرى، الخيمة اللي كانت على شمال السيد الرئيس، وكانت فيها عدد كبير جدا من كبار الساده الوزراء او الساده كبار رجال الدوله. فبالنسبه لي طبعا كان اول تحدي ليا هو ان انا اقدر ان انا اكون على حسن استقبالهم وفي نفس الوقت ان انا اقدر اعمل توافق ما بين الجميع من غير ما اي حد يحصل اي موقف ممكن يتوتروا او حتى زمايلي يتوتروا من الحدث. فانا يعني بالنسبه لي كان الخدمه في الخيمه الوسطى كانت مشاركة فعالة. في الأول أنا أيمن أحمد عبد العزيز، أنا مسؤول عن شركات تكون شركات كبرى وكنت مشترك في البنك الأهلي المصري. بدايتي في الأعمال التطوعية كانت من 2009 في كأس العالم للشباب بعد 20 سنة. طبعا بعدت أحداث يعني كتيرة ومؤتمرات، أنا برضه يعني بعتبر طبعا من اول نتورك او رابطه الاداره المركزيه الاداره العامه للعلاقات العامه والخارجيه والاعلام وزاره الشباب والرياضه من كل نادي عامر. كنت بريزدنت كمان، كنت رئيس تنظيم كاس العالم للخماس الحديث، كنت مسؤول عن المتطوعين في كاس العالم للخماسي الحديث في 2015 كان شهر 3. مواقف استقبال العدد الكبير ده من الرؤساء ولازم الابتسامه تكون على وشي طول الوقت، ولازم ان انا اتعامل مع موقف ويكون عندي ثبات نفس وضغط عالي وثقه بالنفس عاليه جدا عشان توصل للناس وارحب بيهم بالطريقه اللي تليق بيهم وتليق بمكانتهم ومكانتنا احنا كمصريين في استقبالهم. تعتبر هي من ساعة ما اشتركت مع الوزارة، وأهمها إن الدقة لا تتجزأ، إن مفيش حاجة اسمها بين البنين أو المنطقة الرمادية في النص، هو يا إما أبيض يا إما أسود، يا إما بقى دقيق يا إما الحدث كله هيبقى فيه حاجة غلط ومش هينفع. فطبعا هي الدقة هي أول حاجة بنركز عليها، إن إحنا كلنا لازم نبقى نتعامل بنفس الطريقة. تيم مهما كبر مهما كان العدد، إحنا بنتكلم في 200 فرد متطوع، لازم كلنا بنتعامل بنفس الطريقه في وسط الحدث. الاحداث وكنت لسه ما خدتش مسؤوليه الاداره العامه للعمل في عمل الخارجيه، وكان لا كنت بقى ادير برنامج اسمه برنامج الشباب المتوسطيه وبرنامج قائم على الاتحاد كان مراسم توقيع التعاقدات مع جمعيات الاحتلال وتنزيل انشطه تطوعيه. فمن احد مراسم الاحتفال كان عندي حرص ان انا اشرك كرة المصروفيه لاول مره في تاريخ الوزاره، واعنيها لاول مره في تاريخ الوزاره، كان يوم الخميس 18/2013. تمام. فطبعا بستعرض البرنامج قبل ما ابتدي كذا يعني ميه دي كذا كذا طب ليه النهارده في قلت لهم يا فندم ان جزء لا يتجزا من الاحتفال ودي خطتي وانا بخاطب الشباب كله ايا ما كان هؤلاء الشباب ودي مشاركه طيبه وبادره طيبه ان انا اكون يمكن اغنوا اغاني وطنيه فيها اغنيه اسمها انا مصري اجمل ما فيها انا مصري لمس
استمع ليها، استمع للفقره بالكامل وكان مركز ليها لدرجه ان انا مع المقعد اللي هو انا ممكن اخد ان الفقره دي تعاد في عادها تاني. فزي ما كان في الاول تعجب ليه اوكي ومحاوله الاقناع ولكن هي عم عقيده راسخه جوايا، تم تنفيذ البرنامج وليها زياره للكاتب رايي مباشره.